السلام عليكم. تقع دار البارود هذه في قلعة الداي في أعالي القصبة. إذن هذه القلعة اللي كانت في الفترة العثمانية كانت المقر نتاع الدولة الجزائرية في أثناء هذه الفترة. إذن كانت هذا هو القصر نتاع الحكم نتاع الدولة الجزائرية لمدة 3 قرون. إذن وهذه جزء من هذه القلعة اللي تشمل على كذلك في القصر نتاع السلطان وكذلك عدة ملحقات منها مصنع البارود هذا وكذلك مكان لتخزين الأسلحة واللي كان تقع كما قلنا في أعالي العاصمة. وهذا الدار تاع البارود تم يعني الانتهاء من ترميم تاعها وتجديدها والآن نحن بصدد يعني انتهاء من الأشغال تاع الترميم تاع كل القصر اللي تربع على مساحة 2 هكتارات في أعالي العاصمة. إذن نترككم تتابعون الفيديو هذا عن دار البارود. إذن والسلام عليكم. Thank you.